استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر خاص بالتسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام. يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على جهود المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح. أن يعيش العالم بسلام بعيداً عن الكراهية والعنف هو أبسط حقوق الإنسانية، وهو ما دعا إليه مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، والذي يستمر ليومين. البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أكد خلال كلمته أن التسامح أصبح ضرورة وليس اختيارا، باعتباره الوسيلة لكسر سلسال طويل من الشر، بالإضافة إلى كونه علامة قوة ودليلا على ضبط النفس. المتحدثين تكلموا عن رؤاهم لموضوع التسامح وموضوع السلام، والكل أدلى بأفكاره. بالنسبة لي أنا تكلمت عن صورة المسيحية ورؤيتها للتسامح والسلام. استمعنا إلى رؤى كثيرة، وواضح من الجميع الاهتمام بهذا الموضوع وإزاي نزرعه في القلوب والعقول. أنا بتمنى أن التوصية تصدر عن هذا المؤتمر تكون واضحة وموجهة لرجال الدول، لرجال السياسي، أنه هذا الكلام لازم يترجم على الأرض بالتربية لأجيالنا، بمدارسنا، بجامعاتنا، بعائلاتنا، بالبرلمانات، بالحكومات، بالتصرف بين المواطنين، وإلا بنكون عم نستهلك كلمات، لكن الكلمات بعدها بدون أعمال. ناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، منها مكافحة الكراهية في التشريعات الوطنية ودورها في ترسيخ مبادئ التسامح في المجتمع، ودور الإعلام وأثره في نشر قيم التسامح واستدامة السلام المجتمعي. كما علينا أن ننظر في التجارب الناجحة سواء في الوطن العربي أو خارجه لاستخلاص العوامل التي كان لها الفضل في بناء مجتمعات حديثة وتوفير بيئة ملائمة للإزدهار والإبداع، وإن الانفتاح على الآخر لفهم ثقافته وإقامة جسور الحوار معه وإعلاء قيم التسامح وقبول الاختلاف كلها تظل عناصر لا غنى عنها لبناء مجتمعات إنسانية ناجحة. يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على جهود المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية وترسيخ مبادئ التسامح لاستدامة السلام والتنمية في الوطن العربي.